نعم، ما زالت الجلسات منعقدة في اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات في دبي. التركيز اليوم في أغلب الجلسات حول موضوع الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مختلف القطاعات الحيوية. سوف نتحدث الآن حول تأثير الذكاء الاصطناعي وهذه التكنولوجيا على قطاع التعليم، ومعنا البروفيسور رائد العواملي عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، اليوم النقاشات لازالت مستمرة حول موضوع تأثير الذكاء الاصطناعي، هل وصلنا إلى مرحلة نتخوف منها فعليا من تأثيرات الذكاء الاصطناعي بشكل سلبي على قطاع التعليم؟ بشكل عام الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة إيجابية لتطوير التعليم، ينقل نقلة جوهرية حقيقية لم تتم خلال مئات السنين الماضية. طبعا هناك محاذير أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يتم الآن الحديث عنه في الدول العالم. هناك مجالس الذكاء الاصطناعي تحاول أن تضع ما هي معايير استخدام الذكاء الاصطناعي بحيث يكون عادل، بحيث يكون منطقي، بحيث يكون مفيد ويقلل من أخطاره. مثل أي تكنولوجيا هناك أخطار طبعا. دكتور، لربما يعني اليوم سوف الموضوع يطرح نفسه، ألا وهو موضوع أنه لربما يكون هناك في فجوات ما بين التعليم في دول بالذكاء الاصطناعي والأخرى، يعني ممكن تحدث فجوات كبيرة، كيف ممكن سد هذه الفجوات؟ الفجوات قائمة وهذا موجود بين دول العالم، ونجدها فعليا بالتعليم القائم سابقا أو التعليم التقليدي. هناك فرصة أن الذكاء الاصطناعي يشكل نقل نوعية للدول التي هي لا تضاهي الدول المتقدمة في التعليم، لأنه سيعطيها نقل نوعية قليلة التكلفة نسبيا، ويمكن نشرها بشكل سريع والكل يمكن استخدامها، لأنه الذكاء الاصطناعي أصبح بسيط الآن استخدامه، ليس بحاجة للغات برمجة معقدة كالسابق بحيث أن تتواصل معه، يمكن تتواصل معه بلغة طبيعية. ندخل أكثر في الاختصاص أيضا فيما يخص موضوع، بما أنك عميد الكلية والإدارة الحكومية، دعنا نقول ما هي الأطروحات اليوم في القمة حول هذا الموضوع؟ طبعا الحديث عن الذكاء الاصطناعي شاسع ومتوسع، لكن الحديث الأساسي الآن هو عن الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل شات جي بي تي، مثل بارد، وكيفية الاستخدامه في الحكومات بشكل كفؤ. هناك استخدامات متعددة، لازلنا في طور التفكير في هذه الاستخدامات، وهناك تجارب وممارسات متعددة كيف يمكن استخدامه بطريقة إيجابية، وكيف يمكن استخدامه بطريقة تحفظ حق الحكومة في معلوماتها بحيث أنه لا يتم هناك عليها يعني هاكينج أو استخدام المعلومات بشكل سلبي. لازلنا في طور الدراسات، كثير من الدراسات، أعتقد نحتاج إلى سنة أو أكثر حتى نرى طريق واضح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومات. خلال اليوم سوف يتم الاتفاق مع اليو إن، مع الجامعة على ما أعتقد، أو أعطينا تفاصيل أكثر حول هذه، هل هي مبادرة جديدة، هل هي اتفاقية بينكم وبين اليو إن؟ هذا تتحدث عن تقرير التنمية المستدامة العربي، في جزء من الاستخدام التكنولوجيا ويتطرق إلى موضوع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، لكن هو التقرير الرابع ننشره سنويا عن حالة العالم العربي على مؤشرات تقرير التنمية المستدامة. طب ما هي حالة العالم العربي؟ في تحسن، هذا شيء إيجابي، يعني لازال طبعا هناك فجوة، لازالت في تقريبا كل الدول العربية فجوات في التعليم، في الصحة، في وإلى آخره، لكن ما نرصده هو التحسن من عام إلى عام، فهناك تحسن. وبالمناسبة حتى على مستوى العالم تقارير الأمم المتحدة تقول أن الفجوة كبيرة، وقد لا نحقق الأهداف بحلول عام 2030 إذا لم نعمل أكسلريتر حاليا، لكن ما سنطلق اليوم هو تقرير العالم العربي، والحقيقة هناك تحسن وتحسن من ما هي نسبة التحسن تقريبا؟ طبعا هي التقرير يقيس الدول على معيار من 1 إلى 100 أو من 0 إلى 100، فالتحسن تقريبا من عام إلى عام لا يقل عن 4-5%، وهذا شيء جيد. التوصيات التي لربما سوف تخرجون بها من القمة حول هذا الموضوع؟ الحقيقة هذا شيء مناسب الحديث عنه، لأنه ما تكلمنا عنه سابقا الذكاء الاصطناعي. توصياتنا هي استخدام أوسع وأسرع للذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعني يغلق الفجوة بشكل أكبر من الأمور التقليدية. نعم، شكرا كثير لك الدكتور رائد العواملي عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، شكرا كثير.